تستمر نتفليكس من خلال هذا العام بخطتها التعاونية مع كبار نجوم هوليوود بمختلف الأسماء. هذه المرة التعاون القوي في كل من الممثل دوين جونسون وكذلك رايان رينولدز. فيلم خط أحمر أو إنذار أحمر أو ريد لاين، وفيلم أكشن وإثارة قادم على منصة نتفليكس في تاريخ 12 نوفمبر المقبل. خلونا نشوف بعض المشاهد الخاصة من العرض الدعائي الخاص به والمثير، وبعد ذلك نعود للحديث أكثر عن قصته وباقي التفاصيل. Been tracking your scores for a while now. Every city, every heist. Now that you've been tagged with red notices. هذا الفيلم كان من المقرر بالأساس أن يكون توزيعه من قبل شركة يونيفرسال، ولكن بعد ذلك ولظروف غير معروفة أصبح الفيلم لمنصة نتفليكس. العمل يتحدث عن دوين جونسون وهو يلعب دور كبير المحققين في مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI. هذا المحقق يطارد الأسماء الإجرامية الكبيرة والكبيرة فقط، والتي يظهر أن عليها ريد ألارم أو ريد لاين، إنذار أحمر. Where'd you get that jacket? It's a statement piece. Somewhere there's a very nude cow whispering. Worth it. ومن هنا بالمناسبة يأتي اسم الفيلم. يطارد دوين جونسون إحدى الشخصيات الإجرامية والتي تؤدي دورها الممثلة غادوت، ولسنوات طويلة ومع ذلك لم يتمكن من القبض عليها في كثير من المناسبات الماضية. Help me catch her and I will help you. Teamwork. بالتالي فيقرر الممثل دوين جونسون أن يتعامل هو الآخر مع مجرم آخر بحيث أن يحصل على مساعدته للقبض عليها. ومن هنا يأتي دور الممثل الرائع جدا رايان رينولدز. Hello boys. How's it going with your partner in crime? We're work wives. We're not work wives. We're sister wives. We're not any kind of wives. بالمناسبة هذا الفيلم سبق لنا الحديث عنه في أكثر من موضوع، ولعل آخرها حلقة الأسبوع الماضي حينما قلت أني حريص على متابعة جميع أفلام الممثل لإعجابي في متابعة الأفلام اللي يقدمها، سواء كان على صعيد الأفلام الدرامية أو حتى على صعيد الأفلام الكوميدية. الفيلم يبدو ممتع من العرض الدعائي، وننتظر إصداره في تاريخ 12 نوفمبر المقبل على منصة نتفليكس حول العالم. باي باي يا جون هارت.